أضيئت في ساحة كنيسة ومزار سيدة الجبل في عنجرة شجرة عيد الميلاد إذاناً باحتفالات عيد الميلاد المجيد. وأشار محافظ عجلون قبلان الشريف إلى القواسم المشتركة التي تجمع المسيحيين والمسلمين في الأردن، والتي تشكل أرضية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر. ومن جهته دعا الأب يوسف فرانسيس راعي الكنيسة أن يعم السلام وأن ينعم الأردن بالاستقرار والأمان في ظل الراية والقيادة الهاشمية. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من المسؤولين والنواب، أحيت المرنمة الدكتورة هبة عباسي أمسية تراتيل ميلادية في جو مليء بالفرح والبهجة. مجوس ورعيان وزين والمكان تمشت النهارده. ضعنا الشجرة أول مرة نعملها بهاي الاحتفال الكبير، أكيد كل هاي في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. النهارده كان عندنا بلشنا مراسم الافتتاح بأمسية تراتيل قدمتها المرنمة هبة عباسي، وكان معنا حضور سعادة النائب وائل الرزوق والنائب فريد حداد، وكمان عطوفة محافظ عجلون مدير رئيس البلدية عجلون والقيادات الأمنية في محافظة عجلون. الأجواء أجواء فرح، زي دايما عيد الميلاد هو دايما عيد بيجيب فرح وسلام، وهي رسالة بيقدمها عيد الميلاد وذات الشجرة، إنه احنا نعيش في سلام، وده اللي احنا بنتمناه لكل الأردن، إنه يظل دايما في سلام وفي محبة وخير.